صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء يا سيد الشهداء ومسلوب العمامة والرداء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما نؤكد أننا ماضون على النهج الذي مضى عليه شهداؤنا في المطالبة بالحقوق، ونؤكد أننا لن نتخلى عن القصاص ممن قتل شهداءنا الأبرار. الشهيد جعفر الدرازي بعد المطاردة وبعد الاعتقال استشهد والأغلال في يده. شهيدنا يوم أمس سقط بعنفوان الظل والجبروت. إذن هناك المقارنة الكبيرة بين عطاء الشهداء التي لا تتوقف. عندما يكون هناك ظلم تستمر حياة الشهداء، لا تتوقعوا بأن الظلم يغيب لنا ذكرى شهيد، الظل يجدد لنا عطاء الشهداء.